الحكومة ومع وزير المالية إلا وتثار هذه النقطة وبعصبية، حتى استطعنا بحول الله وقوته باش هاد 400 740 يدمجوا ويتمتعوا بتغطية صحية بالانخراط في الضمان الاجتماعي وبالطبع بأجور اللي تليق بهم. والمعركة مستمرة من أجل انتزاع ما تبقى في القطاعات. بس قاعد زدينا احنا درنا الباروك. واخا سيدي والله ما نعاودها قدامك. يالله. بالطبع عز الدين كيذكرنا بان المصحات ديال الضمان الاجتماعي ماشي ملك ديال الدولة. هي ملك ديال الطبقة العاملة وديال المنخرطين في الضمان الاجتماعي. بفلوسكم باش تبناو لي بوليكلينيك. ومبدئيا اي عامل او عامله منخرطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصها تولج لهذه المصحات فبوح، لان فلوسكم باش نبنيه من الفائض ديال التعويضات العائليه اللي كتعد بالملايير محطوطه في صندوق الايداع والتدبير لا سي دي جي، كيستافدوا منها غير الاغنياء ديال هذه البلاد وكيبنيو بهم لي تيران دو غولف ولي مارينا. ولا فلوسنا وفلوس الطبقة العاملة في محطوطة، ونقاوم من أجل باش هاد الانخراطات وهاد لي بارن دي سالاري باش يتوظف في أمور اللي هي صالح الأجراء. ما زلنا أخواتي إخواني نناهض ونقاوم.